مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. بلش أحمد أبو الرب بالتحضير والعمل على أغنيته الجديدة، فشارك هالتغريدة على تويتر وكتب على ستوري انستغرام مع مين بتتوقعوا الأغنية؟ شخص أبدا مش متوقع. شو رأيكم مع مين حتكون الأغنية وعن ماذا حيكون موضوع الأغنية؟ اكتبوا رأيكم بخانة التعليقات. شاركت ماريانا غريب فيديو على يوتيوب كان موضوع أسئلة وأجوبة مع المتابعين، اللي كان بعنوان شو سبب خلافي مع ياسو، وصرحت ماريانا بهالتصريحات. لا، أول شيء أنا ما سمعت ياسمين قالت عني مصلحجية، ما بعرف إذا هي قايلة وأنا ماني شايفة هاد الحكي. إذا قايلة الله يسامحها. وليش شلت عني الفولو؟ لأنه أنا هي شالت عني الفولو أول. فهذا الفيديو خلق مشاكل كتيرة بيناتهم، فصعد ريدر على ستوري انستغرام واللي اتهم فيه ماريانا انها تبحث على المشاهدات وراء اسم ياسو. اوكي اوكي اوكي، خلاص جبت مشاهدات من ريدر. يلا يلا بسرعه بسرعه على اسم ياسو، بسرعه 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 على اسم ياسو بسرعه. الكل يكتب ياسو، الكل يكتب ياسو باليوتيوب. يلا. بلايف على انستغرام كشفت رغدة ان موعد نزول اغنيتها لسه شوي بعيد، فعم تعمل حاليا على بعض التعديلات عليها، وحكت أنه الأغنية حتكون كتير فخمة وكتير حلوة. انتشرت هاي الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لصيدرا بيوتي بعد العملية اللي عملتها مؤخرا، واللي كانت عملية تجميل الأنف. فللتحقق أكثر من مصداقية الصورة وإذا كانت حقيقية 100%، اتجهت لصيدرا شخصيا واللي كشفت لي أنه الصورة حقيقية وهي اللي في الصورة. فهل بتحسوا أنه صيدرا تغيرت كتير بعد العملية؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.